حقيقة وإلى حدود سنة 1553 كان دعم العامة والخاصة للأمير مصطفى كبيرا جدا، لدرجة أنه كان من المؤكد أنه سيكون السلطان التالي سليمان نفسه. وبعد وفاة ابنه محمد لم يظهر أبدا أي علامة على نية اختيار أي من أبنائه، حيث كان قبل ذلك يفضل محمد، ولكن وبموته استسلم ربما لفكرة أن يكون مصطفى سلطانا، وكان طبعا يحبه كثيرا إلا أنه كان يفضل محمدا. إلا أن الأوضاع قلبت رأسا على عقب سنة 1553 عندما أعدم سليمان ابنه مصطفى في حملة شاركه فيها ولديه سليم وجيهانكير، تم أعدامه بتهمة الخيانة، الأمر الذي أثار مقاومة غير متوقعة في جميع أنحاء الإمبراطورية. ربما كان العزاء الوحيد للسلطان سليمان يتمثل في وجود ولديه سليم وجيهانكير معه، إلا أنه سرعان ما حلت بالسلطان مأساة أخرى تمثلت في تدهور الحالة الصحية للأمير جيهانكير بسرعة فائقة، ليموت في نوفمبر سنة 1553 أي بعد شهر واحد فقط من أخيه مصطفى. وفي هذا الوقت ظل سليم هو الشخص الوحيد الذي يمكنه دعم السلطان. حقيقة صدم سليم من خسارة جيهانكير، إلا أنه من خلال طبيعته المشابهة لوالده كان قادرا على قياس ما يحتاجه جيدا، وكان ذكيا جدا طبعا، دعم والده نفسيا أنذاك. ومن المؤكد أن العلاقة بين السلطان سليمان وابنه سليم لم تكن أبدا قريبة كما كانت عليه أثناء هذه الحملة بعد إعدام الأمير مصطفى. بدا واضحا وبشكل متزايد أن سليمان سيسمي سليم وريثا له، إلا أن السلطان لم يفعل ذلك ولم يرغب في الاختيار بين ولديه المتبقيين، الأمر الذي جعل سليم وبيزيد يسعيان إلى جمع المؤيدين بأنفسهما. كان للأمير بيزيد مؤيدون أقوياء طبعا مثل رستم باشا وهرم سلطان ومهرمه سلطان، إلا أن رجال الدولة والجنود لم يدعموا الأمير العنيد. من ناحية أخرى تمكن سليم من الحصول على دعم سقل محمد باشا الذي كان يرتقي في المناصب أعلى وأعلى، كان إلى جانبه أيضا رجال دولة آخرون أقل أهمية، وكان إلى جانبه أيضا رجال دولة آخرين. ثم وفي سنة 1556 تمكن سليم من استدراج رجل دولة قوي آخر إلى جانبه، حيث قام رستم باشا بنقل معلم الأمير بيزيد لالا مصطفى إلى مقاطعة سليم للتجسس، إلا أن هذا المعلم أدرك أن سليم كان أكثر ملائمة للعرش من بيزيد فانقلب فعلا على تلميذه السابق. فسر الكثيرون هذا التصرف بأن مصطفى باشا رأى فرصة أكبر ليصبح صدرا أعظم إلى جانب سليم، وطبعا لم يكن من الممكن خيانة مرشح واعد من أجل أمير أقل كفاءة، الأمر الذي يؤكد أن سليم لم يكن بعيدا عن بيزيد وأن هذا الأخير لم يكن أفضل من سليم بكثير. نصل الآن إلى سنة 1558 عندما توفيت السلطانة هرم. هذا الأمر وبلا شك هز الأمير سليم، حيث كانت هذه المرأة والدته، إلا أن وفاة هرم كانت نقطة تحول كبيرة بالنسبة لبيزيد، حيث فقد الأمير أقوى مؤيد له. وبسبب تصرفاته المتهورة مرارا وتكرارا قرر سليمان في النهاية وضع ولديه في مقاطعات جديدة وإرسال حفيديه الأكبران أورهان ومراد إلى المقاطعات أيضا. بهذه الطريقة ذهب سليم إلى كوتاهيا وبيزيد إلى أماسيا. أطاع سليم قرار والده على الفور، إلا أن بيزيد لم ينطلق إلا بعد تردد كبير. وبعد نفيه إلى أماسيا أزعج الأمير العنيد والده باستمرار بسبب أفعاله، ووجد نفسه في النهاية في وضع ميؤوس منه، واعتقد أنه لا يوجد له طريق آخر سوى التمرد المفتوح. قام بتجنيد جيش لهزيمة وقتل سليم وابنه مراد، وكانت هذه النقطة تحديدا هي النقطة التي عين فيها سليمان ابنه سليم وريثا علنيا للعرش. كان هذا الشعور جيدا جدا بالنسبة لسليم، إلا أنه كان مستهلكا له في نفس الوقت، حيث علم سليم أنه من أجل بقائه هو وابنه مراد يجب عليه أن يقتل أخاه. تكتل الأمير سليم مع ابنه مراد وانضم إليهما سقل محمد باشا في قوة كبرى سنة 1559، واستمرت معركة قنية لمدة يومين ليخرج سليم منتصرا في النهاية، إلا أن بيزيد تمكن من الهروب من ساحة المعركة، فلم يتمكن سليم في ذلك الوقت من أن يشعر بالانتصار والهدوء.
وبرفقة سوكولو باشا والأمير مراد كان سليم يلاحق بايزيد، إلا أن هذا الأخير تمكن من عبور الحدود مع أبنائه وفر إلى الدولة الصفوية التي كانت معادية للعثمانيين. كانت هذه الفترة صعبة للغاية على الجميع، لأنه إذا قرر الشاه الإيراني إعطاء جيش لبايزيد فسيسبب ذلك مشكلة كبيرة للإمبراطورية العثمانية. لكن في النهاية لم يكن تهمست يريد الحرب، بل سعى إلى الحل السلمي لأنه الأفضل لبلاده. وهنا بدأت المفاوضات مع الشاه بشأن بايزيد. في ديسمبر سنة 1559 أرسل السلطان سليمان أخيرا مراد وسليم إلى ديارهما، حيث كان ولفترة طويلة يلاحقان بايزيد. ورغم أن سليم كان سعيدا لأنه استطاع أن يعود إلى سنجقه، ولأنه أيضا تمكن من حمل ابنته المولودة حديثا وهي السلطانة فاطمة بين ذراعيه، إلا أنه لم يحصل على الدعم الذي كان يحتاجه، حيث كانت نوربان بعيدة عنه بسبب مرافقتها لولده في سنجقه. يصفه بعض السفراء في هذه المرحلة بأنه كان رجلا سمينا وشهوانيا يقضي كل وقته مع النساء في السرير، إلا أن البعض يبرئه من هذا الأمر ويؤكدون على قدرته على ركب الحصان، الأمر الذي يؤكد على أن بدانته كانت متوسطة. وعلى الرغم من أن السفير الذي كتب هذا الأمر عن سليم قد كان حقيقة معاديا له، إلا أن هذه الرواية للأسف شكلت الرأي الأساسي حول حكم سليم لعدة قرون.